اللي حصل احنا اول شيء لازم نوضح هي شنو قناة البدعة. نعم. قناة البدعة وكأنه هي قناة تأخذ المياه فقط إلى محافظة البصرة، وهذا فشي ناقص، يعني المعلومة ناقصة. قناة البدعة تغذي 40% من مياهها محافظة الناصرية، محافظة ذي قار، و 60% من هذه المياه في هذه القناة تذهب إلى محافظة البصرة لأغراض مياه الشرب. إذا انقطعت هذه القناة، أول من سيتضرر هي محافظة ذي قار، لأنه هي تأخذ من القناة مباشرة وتوزعها إلى المواطنين. أما محافظة البصرة فهناك أحواض قبل توزيعها إلى المواطنين، حتى لو انقطعت يوم أو يومين فهذه الأحواض تكفي لخمس أيام حتى تأمن مياه الشرب إلى المناطق. الاعتداء وين صار التخريب؟ الاعتداء صار بالكيلو 9 في محافظة ذي قار. نعم. تم تخريب جزء من استاذ حاتم، هو التخريب يعني هو كان يريد ياخذ مياه لو فقط لمجرد التخريب؟ مجرد التخريب طبعا. هو قبل شنو الهدف؟ قبل اسبوع من الحادثه تم الاعتداء على الموظفين اللي موجودين في 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 صدر الناظم، في اللي يشغلون المحطات الضخ اللي ياخذون من نهر الغراف ويتم تحويلها في قناة البدعة للاستفادة منها في محافظة ذي قار وكذلك محافظة البصرة. تم انذارهم انه بعد اسبوع اذا ما تم اغلاق هذه القناة سوف يتم الهجوم مرة ثانية. لهذا احنا كنا متهيئين ومبلغين القوات الامنية. لهذا تم يعني كان هناك رد فعل سريع من قبل وزارتنا ومن قبل القوات الامنية في السيطرة انه ما يكون تخريب كبير، يكون تخريب صغير.